الحادث الآثم اللي جرى في منطقة المجموعة واللي كانت تضحيات شهيد وعدة جرحى، يعني حقيقة ما تجاوز عددهم 5 جرحى يعني باقين بالمستشفى. احنا من قبل انا صريح ويا اهلي بالموصل قلت لكم قد يحدث انفجار في هذا المكان وفي مكان آخر، لكن هذا ما يعني نهاية العالم وما يعني أنه الموصل ومحافظة نينوى غير مستقرة وغير آمنة. اللي حدث بالموصل من قبل واللي حدث الآن يحدث في العراق محافظات أخرى، دي يحدث بها أكثر من اللي جرى، دي يحدث بمدن أخرى أكثر استقرارا وأكثر تقدما من عندنا. لكن اللي دا نشوف دائما وراء كل حادث يحدث يطلعون قسم من المنافقين وكأنه ينتظرون مثل هذه اللحظات وأيضا أبواق داعش ويبدون يضخمون الأمور وينطون صورة سوداوية جدا. احنا ما نريد نبرر، لكن القوات الأمنية استطاعت أن تفجر سيارات مفخخة حتى قبل فترة قصيرة قتلت العديد من الدواعش. ما شفنا من ذول المنافقين ولا شفنا من هذه الأبواق اللي دا تطلع الآن وتهول من المسألة، ما شفنا واحد منهم طلع وقال والله القوات الأمنية دا تشتغل دا تقاتل دا تقتل. احنا الموصل مدينة ومحافظة بها 4 ملايين، بها أكثر من 500,000 سيارة ما عدا السيارات اللي تجي من المحافظات البقية، يعني حسب تقديرات المرور يعني عندنا أكثر من 800,000 سيارة. احنا ما نقدر نوقف الحياة بالموصل، ما نقدر نخلي الموصل بقوطية ونضمها. قد يحدث، وأني من قبل مثل ما ذكرت صريح وياكم، ماكو نظام أمني بكل العالم متكامل، قد تحدث هفوة في هذا المكان وهفوة في مكان آخر. لكن وضعنا العام بالموصل جيد جدا، الناس دا تمارس حياتها بشكل اعتيادي، ماكو مضايقات. واللي حدث ما معناته احنا ما ناخذ عبرة او ما نأكد على بعض الجوانب، لكن مشكلتنا انه احنا ما نريد نضايق اكثر من اللازم على اهلنا. الان احنا وجهنا في بعض الاسواق، انا كنت مع الاخوان في قيادة الشرطة واللي هي مسؤولة عن الملف الامني داخل المدينة، ذكرنا لهم انه السيارات مات ما يخلوها توقف بالأماكن المزدحمة إلا إذا كانت السيارة بها عائلة أو بها شخص آخر، وواحد راد يجيب دواء من صيدلية أو يأخذ شيء، وبخلاف ذلك لا يسمحون لأن تترك السيارات في هذه الأماكن. أيضا قلنا لهم استخدموا الكيناين بالأسواق، وأيضا نطلب من أهلنا يكونون أكثر انتباه. يعني أنا شفت الفيلم، الشخص عبر من الجهة الثانية ووقف وسأل وشكله ما كان يعني مو اعتيادي، دل أكو شيء يعني، لكن أريد أكثر يقظة من أصحاب المحلات. يعني أنا أعرف كثير من أصحاب المحلات من تقول له يابا لا تخلون سيارات توقف أمام محلاتكم، راح يقول لك والله سيارتي، وراح يقول كذا، وإحنا راح تتعطل حياتنا. يعني إحنا أمام معادلة صعبة، صعبة جدا أمام هذا الكم الهائل من السيارات داخل المدينة. لكن أيضا وجهنا يعني بالنسبة للمجموعة راح يعني نسوي ساحة مجانية، يعني أهلنا مو لازم أنه أنت جاي تتمشى أو تتبضع من المجموعة لازم توقف السيارة يمك بنص المجموعة.
فهن لازم أيضا يستوعبون، الإخوان بالمحلات لازم يستوعبون، لازم الكل تكون هي استخبارات وتكون أمن وتكون يعني الريد المزيد الانتباه. الموصل يتربص بها، متربص بها. شوف الهجمة الإعلامية، يعني حثت محافظات أخرى أكثر من اللي حدث، ما شفنا واحد طلع وقام يهلل ويطبل وكذا جرحى، وناس سوتها مفخختين وناس سوت القتلة بالعشرات. هذه كلها الغرض منها استهداف الموصل واستهداف أهلها، ويريدون خسئوا تبليط الأرضية لمن يأتي يعبد للمجموعات الإرهابية أن تسيطر على الموصل مرة ثانية. الموصل سواء نجم الجبوري سواء حمد النامس فلان فلنتان، الموصل أكبر من الكل. وإحنا طالما موجودين ما راح نسمح نهائيا لأحد أن يعبث بأمن الموصل. لكن الحوادث تصير، يعني عندنا حوادث، يعني بالحوادث مرورية ينتج عنها خسائر وكثير يعني، لكن هي هذه هجمة مقصودة بها الموصل. أنا ما أريد أسمي مدن أو محافظات باسمها، لكن ما نشوف المسؤولين بالمحافظات يطلعون يتهجمون ويحاولون يضخمون الأحداث. أنا اللي أطلب من أهلي أن يكونون واعين، واعين للمؤامرات اللي تحاك ضد مدينتهم ضد محافظتهم، يكونون أكثر وعي. وأيضا أطلب من الشباب على الفيسبوك لا يكونون عون لهؤلاء اللي يتربصون بالموصل. الموصل إن شاء الله آمنة وإلها رب يحميها وأهلها ما يتخلون عنها. وأنا قلت قبل، طالما احنا موجودين وطالما احنا ابناء الموصل سواء بالمسؤوليه او خارج المسؤوليه، على اجسادنا ما نخلي الدواعش يدخلون، ولا نخلي من يتربص بالموصل يسيطر على الموصل. اكو ناس ضيعت الموصل بكاملها بكاملها، ضيعتها والان صايرين لي ينظرون بالقضايا الامنيه. طيب ما انت كنت بالمسؤوليه، مو كنت بالمسؤوليه انت، وبالتحديد في مواقع قريبة من الأمن والأمنية، وضيعت الموصل بكاملها، هي محافظة ضيعت. أسا جاي تنظر لي بالأمن؟ أسا أنت هل قد حمى حمامك على الموصل؟ ليش ضيعت قبل؟ واحد يبيع نفط صاير لي خبير استراتيجي، مو هي هاي المشكلة احنا في هالقنوات؟ يجيب لي واحد يبيع نفط وطلع لي خبير استراتيجي وخبير عسكري. يعني هذه المسألة أنا ما يهمني أحد، يشهد الله ما يهمني، ما يهموني غير أهلي اللي بالموصل وبالمحافظة. أريدهم يعون أنه هناك من يصطاد في الماء الأكر، أن هناك من المنافقين مثل ما كانوا يسوون ويا الرسول، من الرسول والمسلمين يربحون معركة ساكتين مسدود حلوقهم، من الصير انتكاسة بمعركة يطلعون يقولون يا ليتنا لم نكن معهم، أو يشكرون أنهم ما كانوا معهم. هذا اللي دا يصير. الموصل عصية إن شاء الله، ما يحدث انفجار هنا أو يحدث شيء هنا فهذا لا يعني أنه الموصل أصبحت سهلة لكل من يتربص بها. الموصل الآن أهلها اختلفوا، أهلها هم الرافضين لأي فكر إرهابي، لأي نسخة جديدة من الدواعش أو من غيرها أن تسيطر على الموصل. احنا ان شاء الله بخير والامور بخير. احنا من دخلنا الموصل بالمعركة والموصلية كانت ويانا، وهن يشوفون داخل مدينة الموصل فقط 1000 مفخخة كانت، 1000 ما عدا اللي جابهناهن من طلعنا من مخمور وعلى القيارة وبسهنينة
لكن كان عندنا عزيمة وإصرار. إحنا إن شاء الله مو أشباه رجال، إحنا رجال، وإن شاء الله أهل الموصل كلهم رجال. أنا اليوم شفت أحد الجرحى أفخر بي، أفخر بي أنه هذا ابن الموصل الحقيقي، رغم الجرح ماله ورغم كذا يقول الحمد لله. المهم أنه الموصل إن شاء الله بخير وإحنا بخير، وهذا ضريبة قد ندفعها الكل. إحنا من ده نمشي بين المواطنين، مش مدرينا ما يطلع لنا حزام ناسب في منا يسرق، يعني متوقعين كل شيء، لكن كله نسويه من أجل أنه يتأكد ابن الموصل أنه إحنا أيضا أبناء الموصل وإحنا قريبين من إدهم. أنا ما يعني ما أتصور، وهذا تقديري للأمور، أن هناك التصاق بين القوات الأمنية في محافظة مع الأهالي مثل اللي دي يصير بالموصل. فهذه الصورة الموجودة، أريد من أهل الموصل الكل، ما أريد أحد يغرد خارج السرب، خاصة الشباب لازم يكونون أكثر وعي. هذا ما دا يحدث بالفيسبوك وتصوير وتهويل وكذا، هذا مو بصالح المدينة، واللي يسوي هيك هذا مو ابن المدينة، هذا ابن عاق للمدينة. المفروض احنا نكون اكثر وعي، اكثر وعي، ونميز بين من فعلا هو قلبه على المدينة ومن كان شايل ذراعه إلى الله يذرع، لكن ما يذرع من أجل أمن المدينة، يذرع أن يحدث شيء بالمدينة حتى يستغله في سبيل يشوه صورة المدينة، يشوه أجهزة الأمنية، يشوه منظر المدينة الأمني. ما كان لهم هؤلاء أن يتجولون داخل الموصل بحريتهم وينامون بالموصل قبل 14، والآن الحمد لله الأمور نطلع الربيع ونروح لسنجار ونروح لتل عفر ليلا ونهارا، ونروح للقيارة وبينهن بالقرى وداخل المدينة بالأحياء. احنا كنا بوادي حجر وكنا بالنبي وكنا بفلان مكان، لكن هل أهلي ما أعتقدهم يظنون أنه يعني الحياة كلها صافية وكل شيء ماكو ما يحدث هنا انفجار أو كذا، لا، هذه متوقعة وقلنا لكم. فأريد من أهلي أكثر إرادة، أريد من خواتي بالموصل، أنا أعتمد على خواتي أكثر عزيمة وكذا، هذه الموصل موصلنا، ما ننطيها، ما تهزنا هذه الأعمال ولا يهزنا المتربصين والمنافقين، قاتلهم الله أن يوفقهم. والله ما عندهم حرس على الموصل ويذرفون دموع التماسيح كذب ولغاية في أنفسهم، غاية مريضة بعيدة عن مصلحة الموصل وأهلها. تحياتي لأهلي، وإحنا كنا جنود سواء مدنيين أو عسكريين من أجل الموصل.